إذا الموضوع ديالنا اليوم جينا نهضروا على المرأة اللي هي كتعمل واحد الطاقة كبيرة كتستهلك وتستنزف من الجسد ديالها ظنا منها وحسبانا منها أنها كتضحي. حنا ننطلقوا من المنطلق أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي ما يمكنش هاد المرأة تكون خدامة في السيرفيس ميليتار ميليتير، يعني السيرفيس ميليتير خصك تقوم مع واحد الساعة وتجلس في واحد الساعة وتاكل في واحد الساعة. هي ملي كتزوج كتعمل داك السيرفيس، هادو كنهضر على واحد النساء مكنهضرش على الناس كاملة. المهم كتبدا طياب العجين، اعمل هادي اعمل هادي، اسمع هادي اسمع هادي اسمع هادي، ما نقولش الراجل باش ما نكلفش عليه، ما نقدرش نخرجوا برا لا باش نجمعوا لا باش. واحد النهار الجسم كيقول لك ستوب، بعدا كيبدا يعطيك اشارات، كيعطيك اشارات يعني راه حول عليا. الجسم كيبقى يهضر اشارات كيعطيهم لك اللي نتينا ما كتستجبلوش، بمعنى يعني خصك واحد القسط من الراحه، خصك تعمل الرياضه، خصك تعمل التنفس، خصك تبدل واحد شويه ديال الروتين اللي عندك يومي من المتاعب والمشاق في الحياه ديال البيت. وما فيها باس يعني واحد النهار في الاسبوع هو يدخل يطيب، ماشي عيب، هذا ماشي التحريض، هذا بالعكس، لان الا دخل يطيب يعني حتى انت العقليه ديالك غادي تحس يعني يعني ديك العمل اللي كتعملو يوميا عندك واحد النهار اوف. ما معنى واحد النهار اوف؟ يعني واحد النهار انت ما كايناش فيه. اوكي، انت ملي كتشبر يوميا 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 كيوصل واحد النهار الجسد ديالك ما غادي يقدرش يزيد. هذا ماشي غير انت، اي كائن على الكون عنده الحد، ما يمكنش غادي نعطيو حنا راسنا الدلك يعني ملي ما كاين لا يد العون ولا والو. جلس بلاصه ديال المدرسه، جيبهم طيب، نزل كي الاثنين كي ثلاثه كي الاربعه كي الخميس كي الجمعه كي السبت كي الاحد كي يناير كي فبراير كي مارس كي ابريل كي ماي كي يوليو كي زغش. شفت ندير اكتوبر نوفمبر دجنبر، ما كاين عطل، ما كاين رحلات، ما كاين خروج، ما كاين سفر، ما كاين قهوه، ما كاين مقهى، ما كاين مطعم، ما كاين ولا هم يحزنون، لا يعقل. هذه غضرب واحد عام هيدا غتحس بعدا اختنقتي، بعدا النفس ديالك اختنقت. هاد النساء اغلبيه كيكملوا امراض نفسيه اللي كتمشي لهم امراض عضويه. والمشكل اللي كنشوفه هو هي المراه ملي كطيح الراجل كيمشي يشوف جهه اخرى، كيقولوا ود الحرام. لا ماشي ود الحرام، انا نقول لك من هنا علاش انت هبيله. انا نهار الاولي كنعمل ساعات الخدمه، كنقنن ساعات العامل، ساعات دراسي، ساعه نداري، سعد راجلي، سعد ولادي، وسعد اهلي وحبابي. كنعمل 10 ساعات ديال الخدمه، انا نخدم في الدار غير 3 ساعات، ما نزيدش عليهم 3 ساعات، وبزاف على الجسم ديال الانسان بزاف. ونعطي على الاقل ساعه ونص راسي نجلس فيها نطور رجلي، ماشي تشوف فيها التليفون والمواقع وداكشي، لا، لان حتى ديك المواقع كيزيدوا التعب، كيمرطو كيخلطو الكورتيزول في الجسم ديال الانسان، الناس ما عارفينهاش هادي. اذا هنا انا نحدد الوقت ديالي ملي يصبح الصباح الى حتى يجي الليل، وانا في السيرفيس بحال تقول عندي قصر دبريشه، نزل طابله حط طابله، نزل طابله حط طابله، ها الرغايف نزل الرغايف، هز الباغري نزل الباغري، هنا كيجي هو ها الفوطه ها هذا ها هذا ها هذا الصباط ها التقاشه ديالو ها البلغه ديالو، جاو العيال راه العيال المدرسه راه الطابليه راه البابي راه الماليطه راه 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 نو 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 قاتلك حالا نو 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 عاودوها مورايا باي يو كان ميك ات ان يور هيد ان يور برين نو نو اند نو ويز هاي فويس نو يعني لا يمكن. راه الاله اي اله تخرجت راه كتعيا الاله، مالك على حالتك حبيبتي، راه ما يمكنش راك غادي مرض، ومن غادي مرض هو غادي يمشي يفتش على حاله اخرى. هو كيفاش غيعمل لك؟ هو مالو الدكتور المندري اللي قالو اسبانيو دي طول انتيندي كي هو كيبقى راجل، هو ما عملكش السفع على عنقك باش تعمل لك التعب انت كامل. فعلا بقيتي في الدرس دابا شغيوه انت تكلفتي بالبيت تكلفتي، ولكن طريقة متوسطة خير الأمور أوسطها. شنو أنتينا معلقة في السقوف، أنتينا معلقة هنا، أنتي بالليخية في الأرض، أنتينا بتجفف، أنتي هنا، أنتي هنا، أنتي هنا، أنتي كتضرب، أنتي هنا، أنتي كطيب، أنتي كتمرق، أنتي هاكا تشرمل، أنتي كتعمل في الشلاضة، أنتي كتعمل في الخبيز، أنتي كتقلب، أنتي كضفرين مشاو، اليدين مشاو، الشعر مشاو، تحت العينين بالكلف،
one million things that you have and you are not even know what's going on yourself, on your body. يعني this is a big mistake. لازم الإنسان يرد باله. يرد باله على رأسه. قصة للوقت يا حبيبتي، قصة الوقت. راه كيف طيح؟ قلت من هنا ما بقيت تقول لي ولد الناس ما ولد الناس. غير طيح مع الطيحة مع تيك توك. إما تيك توك ولا موقع آخر ولا يتبع على رأسه. أنا راجل غيكمل حياته. واش هو غيبقى جالس نسينا مريطة شبرا القالت؟ هو غيبقى يسناك تتصحح له نتين نسينا هاد الشيء هذا اللي عملتي براسك، عملتي كارثة، نسيتي طحنتي راسك. إوا دابا كيفاش نسينا طحتي الطيحة هاد الغدا هذا وهو غيبقى يتفرج؟ دابا خصك هو زعما يديك للطبيب يقولك ما عندوش شي. وعلاش ما نحتلوش على راسنا باش ما نوصلوش للطبيب؟ علاش ما نحتلوش على راسنا ونطرقوا الرجيلات ديالنا ونسطوا الهوى على راسنا، تمتعوا بالحياه. اين تمتع بالحياه واخا يكون ما عندي حتى شي درهم؟ تمتع بالحياه ونشوف غير السما. علاش علاش كتجروا داك البلعه تجري وكتبقاو تنقزوا هكذاك داك البلعه تنقز وداك البلعه تجري؟ عندي 46 عام والله لا نقص شي تنقيزه. بايلو من ريتمو، اندو من ريتمو، كومو من ريتمو، دويلمو من ريتمو، بويا من ريتمو، يا اولو كي مي دا لا غانا بونتو سان ساكابو. نو نو شنو بايلو الريتمو دي ناني؟ شنو بايلو اني الريتمو؟ ما معنى هذا؟ انني كنمشي على الجهد ديالي، انا ما نخنقش راسي. لان الا مشيت طحت وقعت لي شي حاجه راه انا ما غنجبر حتى واحد. واخا تجبر، واخا تجبر غيجيو اهلك وداكشي، ولكن ديك الالم اللي عندك من داخل راه هما ما عندك ما يعملوا لك ليلو. مثلا ها راجلك، ها خاك، ها بنك كيتشوفوا يدعوا معك هذاك جهد يا ربي تشفيها. اللهم اجل طهور شفاء عاجل اجل البويبه. انت اللي كتبقى بالالام وهذا، ارى الدواء، ارى هذا، ارى هذا. شخصيا انا ما نحتلش على راسي، نحتل على راسي، نحتل على راسي، نعمل ماساج ونعمل هذا ونعمل هذا ونعمل رياضه ونعمل فليكسيون ونتنفس مع راسي ونخرج للطبيعه ونطلع للجبل ونشوف الدنيا بعيني ونخضر عويناتي. من نحنا؟ هذا ماشي الزواج، هذا الحرب، هذا الله يستر. ها كتخافوا لي نتوما من الحرب اللي غادي تجي العالميه الثالثه، وانتم عايشين الحرب كما فاطمه. هذا اكثر من الحرب هادشي اللي عندكم نتوما. والمراه ملي كطيح خصها يعني داك الراجل يوقف لها الجنبه، حيت هي ضحت. شكون قال لك تضحي؟ شكون اللي قال لك تضحي؟ انت ضحيتي براسك، انت ما فيك خير. لا انا نقول لك من هنا انت ما فيك خير. علاش؟ لان اللي كيبغي دارو كيبغي البيت ديالو يمشي في واحد المستوى على الاقل التوازن، ما كاين لا صعود ولا نزول، على الاقل كيحتل على راسو. لان الا طحتي انت طح كلشي. واذا انت دابا شنو عطيتي الدلك ودابا طحتي؟ ايوا هاد الدار كامله تسرشت. دابا العيال شي كيمشي مدرسه، شي ما كيمشي مدرسه، شي واكل، شي ما واكل، شي شارب، شي ما شارب، لا منو لا كلو. الاخر الاسبوع كتجبر انا انت كتجري معجنه وقلبه فيها 10 كيلو الطحينات، لاباس هادشي، بس ما كاين كالكتفين هادوك ولا الكتفين ديال المراه ولا الكتفين ديال الدراسه، كدراسه ولا مراه؟ ما فهمتش انا. قلبه 5 كيلو الطحين في المعجنه ودعيك ودفرك عامنتي فيه باش زعما الا جاو الناس، الا جاو الضياف، ولا انا ناكل راسك على الطابله الضياف راه القهوه. هذيك المساله نزل طلع عبط دير قشوع، نزل قشوع، راه الكوب يرطس، نزل الكوب يرطس. ماشي داكشي اللي قبل كنزلو الطبيسه نجمعو ليه كاملين بسم الله ونوضو بحالنا. راه الشلايط، جبد الطبسه ديال الطوسه، جبد الطبسه ديال القش، جبد الطبسه ديال الجنيه، جبد الطبسه ديال عيشه قنديشه. واو داكشي ديالنا معيق. أرى الملح، أرى الحلو، أرى هذا، لا 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 كاين لا ملح ولا حلو ولا مشرمل. الريستورون تما طلب أنا نخلص بالحق، تجي تفرع لي أنا مخي ونطيح أنا صحتي. منين نعمل أنا 40 عام ما نقدر نعمل يدي هيدا، ما نقدر أوكي نبدا نمشي نعمل التصاروات، نبداو يجبدوا لي على رجلي، رجلي بخوانيتوس، طاهرين لومباغوس، الحصاير ديالي من هنا كاملين مشاو. أنا باقا ندكدك، باقا ندكدك، نمشي في الجبل ونطلع كنمشي كنطير بخليطة كنمشي فيها كطير. مالي اختي انا نزي صحتي في الاخر، على شكون غيردي انا صحتي؟ الحبيبة الصحة راه ما كتشهاش الفلوس، راه اللي فرط في صحته لا خير فيه. صحة
كنز لا يفنى. الصحه خصك منين يصبح الصباح قل له يا سيدي ربي وحمدتك على هذه الصحه وعلى هذه العافيه، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وانت عندك الصحه وانت كدقدق هذوك مولين عشرينات والثلاثينات، صراحه الصغر ما كيبقاش عندك 20 30 30 كدوا لك مشاكل، 30 دار لك مشاكل، الراجل الا ميت عليك واحد النص ديال العام ديك 6 شهور 6 شهور شهر 7 سمع تزوج عليك اما بالتخبيعه ولا كيجيبها لك طال الدار يقول لك هذه غادي تقابلك، هذيك راه العاشقه ديالو ما كاين لا مقابله لا والو، شحال منهم عنده هذا في الاخر كيقول لك ينزل امرها امام امر الواقع، كيقول انا غنتزوج بها بغيتي تبقى بقى ما بغيتيش تبقى انا غنتزوج على راسي، كتجبر راسها هي حاصله في غادي تمشي صافي كيكون باقي عند الامل عمل رجع وتصحح وتجلس مع الراجل، صافي ملي كتشوف مرا اخرى دخلت عليها وداك الشيء صافي كتبقى ترد القلب حتى كيقول واحد الصباح ماتت، كيعيطو الطبيب كيجي كيقول لهم ماتت مات الله يديوها الله يرحمها الله يوسع عليها، كيجيو العائله وهذا كي 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 باش ماتت مسكينه ما باش ماتت مسكينه، شكون اللي هادي؟ وهذه الخدامه ديالو تزوج بها هذيك ماشي الخدامه ديالو، لا لا هذيك ماشي الخدامه ديالو، الراجل دبر على راسو قال لك الخدامه ديالو، واش غادي نيتكم انتم ولا؟ واش غانتوما كدقدقوا راسكم باغي تدقدقوا الرجال معاكم تحرموهم من الحياه؟ اه محمد عيش الحياه قلت لك حنان عيش الحياه، اللي طاحت اللي هنا نايضه زليق هادو ما هادو حومق هادو، لان علاش حنا ما نعيشو ما نخليو اللي يعيش، يعني انا ندقدق راسي والراجل نعمل له الشمعه نخليه جالس بغرتي كيتشوف وانو نو الناس كيعيشو خليو الناس تعيش، حاولوا على راسكم واللي معاكم خصكم تسعدوه وانتم درسيو راسكم ويطيح واحد اخر معاكم حتى هو في الهويه، الراجل عنده 30 عام 32 عام يبقى يستناك انت حتى ما غتصحاش، اللي فرطي كرط نعم الا فاطمه فهمتي، اللي فرط يكرط والضل حرام طيحوا على عباد الله والضل حرام، اه دابا رجع والضل حرام هو عمل لك السيف على عنقك ياك هو بنتو كيخدم هو الفين دي سيمانه ديالو اش كيعمل هو كيمشي للقهوه كيخرج مع صحابو كيضحك مرتاح الرجال نورمالمون يعني مرتاحين الرولاكس اللي كيقول اخر رولاكس ماشي مع راسو، وانت مالك مقاتله مع المطبخ ومقاتله مع الحوايج ومقاتله مع الماريو ومقاتله مع الحوايج مع المشرى ومقاتله مع الجري ومقاتله مع الانترنت مالك دير راحه نفسك يا بنتي، راه النهار اللي تمشي لك صحتك واش تفرج ديك الساعه، الناس اللي كيقولوا لي سي كورتا غادي نعمل واحد الحاجه غادي نقطع سمحوا لي عطيني دقيقه راه مشكل عندي في الانترنت ما عرفتش يعني مشكل في الانترنت كنظن، شوفوا دابا ما كنطلعش ما بغاش نطلع هو اصلا كونيكسيون ما كاين، شي واحد يكتب لي واش الكونيكسيون كاينه واش كتشوفوا اللايف ولا لا، ما عرفتش وعملوا بارطاج الله يخليكم، عملوا بارطاج باش تقدروا الا كانت كونيكسيون ماشي المشكل من عندهم كونيكسيون، وانتم عملوا بارطاج وعملوا لايك للصفحه لطيفه فل الغزاله سالي سالي، حاول تسجلي الا ما كنتيش مسجله في الصفحه هذه ان شاء الله قضي العرف العالم، وخلي الكومونتير في كاليفيكاسيون الا بغيتي تدخل في المسابقه عاش مي هازبن هيز رايت انتو نيرش نشوف عطوني دقيقة الله يخليكم لأن ماشي من عدتي ولكن خصني نشوف شنو هو المشكل، لأن اللايف هبط كان طالع وهبط مرة واحدة والناس كيقولوا لي سي كورتا يعني كيتقطع شوف كي ساكوب الله يخليكم صحاب تيك توك اللي كيعيطوا راني ما نطلعش اختي صوتك متغير في هذا اللايف يمكن
سا فونكسيون دابا الناس قالوا لي بدا خدام. المهم سي بون الوغ غادي نزيد نكمل صافي. اذا عملوا لايك وعملوا هذا باش نقدروا نزيدوا. الله يخليكم. الناس اللي كيسقسوني في فيسبوك على في تيك توك على الفيسبوك، الفيسبوك عملوا قضايا العرب في العالم، انا خليت على تيك توك هنايا الصفحه ديالي دابا الرسميه هي قضايا العرب في العالم واللي عملناها عملناها الناس دخلوا راه تسجلوا داكشي. فنمشيو للفيسبوك اللي بغى اللي عنده الغرض يتبع في الفيسبوك فيتبعني على قضايا العرب في العالم يحاول يتسجل باش يطلع له الاشعار. نعم الوغ اسر 50 3 4 9 3 4 1 3 1 هذه هي الصفحه. هي كاينه عندك في تيك توك الا بغيتي تدخل تشوف على الصفحه ديالي، وغتمشي للفيسبوك وغادي تسجل. اوكي اذا شفتوا دابا من اللي رجع عاد لايف وطالع. شكرا. الصوت كيتغير ايمان ما عرفتش على الصوت كيتغير ما عرفهاش هنا الكونيكسيون ضعيفه هنا الصوت كيتغير الله اعلم لا ادري لماذا. نعم اذا نزيدو نكملو. قلنا المراه كيف ما كان الحال ديالها، لا اللي جالسه في البيت لا اللي كتخدم برا وكتدخل البيت كتشتغل، لا حاولي على راسك حاولي على راسك من الاول حاولي على راسك من الاول. يعني ما تبقاش بدك تجري وبدك الجهد ديالك وبدك السرعه ديالك وبدك راه ما تجيبها غير فراسك. وراه واخا الطبيب واخا ما عندهم ما عنده لك عائلتك وما انت غاديك الالم ما كاينش اللي غيشاركوا معك. فحاولي على راسك لان عندك شي غتجبر غتجبر صحتك. هادي من جهه المراه اللي كتكون باقا صغيره وتعرضت للمشكل دغيا والراجل كيمشي كيتزوج عليها كتقول لك خانه وود الحرام. المهم هذه هي الكلمات اللي كيقولوا، انا اسف على هذه الكلمه ولكن هذه هي اللي كيقولوا ود الحرام خاني ما خانكش انت يا خوتي راسك ما تكذبش على راسك. هذه النقطه الاولى. نمشيو للحاله الثانيه في هذه الفئه هذه. المهم الزواج ديالها حياتها كامله كتكون ما قرياش وداكشي جالسه في الدار ربات بيت ما كتعلمش يا ضد التعليم. قلت شحال نعمل انا بالقرايه، كاين واحد الفئه اللي كتقول لك شحال نعمل لا اللي قراو لا اللي قراو ما عرفش شنو عملوا. مسكينه والله المسكينه والله مسكينه المسكينه يا المسكينه قسما بالله الا مسكينه كتبقى فيا. يعني ندرس مع الناس باش تحاور باش غتهضر علاش غتهضر علاش غتفتح بعدا فمك اصلا علاش غتفتحو على الرغيفه والبغريره. واش هادي يسحب لك هادي هي الحياه واخا ماشي مشكل. كتجوز 20 عند الزواج ني ماشي راه في البلاد حتى هنا في اوروبا. نعم سيدي السخره وطيب وعجن وعمل في النبيره وجمع ودي لبلاد وهبط ونزل وطلع عرفتي بحال الراسه كتعمل. عرفتي ملي كيجي الراجل يعدل المواط باش يطلعو فوق فوق السطح د الطونوبيل انتم كتشوفو ملي كيهبطو داك السطوح د الطونوبيل وداك الغلاف اللاتيني وفي الزرق وداك الشيء عرفتي كيفاش ماشي ولا عرفتي السيده كيفني ولا كتهز المواط على كتافه عند بلا في البلاد داك الشيء مصور وداك الشيء كيدو كطلع تسيم كتقول له يا محمد اضرب بالخيط من هنا. محمد كيمشي بشويوش عليه كيرفض الخيط وكيف كيقول لها غازي بالصبغه كيطلع عليها كيقول لها بالصبغه تكمل دغيا وتكمل عليه باش نغطي البلاد ندبر شي وحده باقا فيها الضوء هذه صافي تكملت الاهميه ديالها. السيده ما حساش اش كتعمل الشكل ديالها تغير باقا كتقاتل قاتله عرفتي وفي الاخر ملي كطلع ديك الموالط ديك الباكاج طلعها الفوق عند بلا الدنيا ما غتكملش ولاتي كتدخل لك للكوزينه ها محمد كيقول لها المراه كتقول لها راه النبيره خصهم يهبطوا كتقول لها النبيره كتقول لها فيهم الماكله هذيك النبيره داك حصل صوري عمي عرفتي الدجاج محمر اللتين عرفتي باش كتحط مع رجلها اللتين وكتقشر وكدير داك في الطونوبيل الترموات ديال القهوه مجدين عرفتي السيده وارقيله ومشكشكه تشري الكعبه بقى دير عين يوقف هو غير كيدي عينو معاها
كيدي عينو معاه صافي وعدو بعد البرود الجنسي اولا يعني النوع هذا ماشي يعملوا داك البرود الجنسي وصافي مرة كتهضر غير بالطحين وبالخبز والحبوله وكتضرب لك المولط على الماليطه الطر ما كاينش حتى الانوثه الله يسرع ما حتى الراسه كيخلع داكشي كيخلع ما كاين كلاس ما كاين اتاك خليه هو يهز الماليطه يهز الماليطه اش توزع الراجل وصل طلع الماليطه بلاتي كيقولها شنو تما المراه كتقولوا القهوه في الطريق وراه من لالمان حتى المغرب واش غادي نوقفوا حنا في الاوتوبيس تا كتحتلوا زعما على جيبو لا حتلوا على جيبو حبيبه ديالي شكرا لك جزيلا بنتك الصغيره كتسنى غتبع على ديك الحبه غتجي هي هذيك مولات 20 ومولات 30 غتبر الخبزه خبزه مكبوله بلاتي على حبيبتي التراسه كي دايره بلاتي ايوا الحماس ديال اللحم الطيبه والبرقوق عرفتي والطرف ديال الخبز والساندويتشات كضرب فيهم الجبن عرفتي كطلق كتحشي في وسط النبيله كتحطها كتحشي كامله عرفتي المره باقا دوز الضرب دوز على طهره بحال بلاش طلع في الدروش هبط في الدروش تجي للكعبه كيقول لها المراه دوش باش تدعمي قولوا بلاش بلاش كنمسح من هنا حشاكم عرفتي واحد الحاله ما حتاش نقول لكم وكتجي في هذاك العيال ما كاين كتبن داك العيال هذا كتجيو في باب الطوموبيل ما كاين غير طاريه زينتي اهي صا زينتي كتفهم داك يمو كتقلب شي سبعه مخلي شي بعدا في الطوموبيل صافي ماشي قطو اوتوبيستا او هي عساس على ديك السامسونيت ديال الماكله عساس على ديك السامسونيت ديال الماكله كيبداو يعوم مساكين كيخرجوا غير منهم ها هي اش كديروا الله يستر ما كدرش حتى حتى في الطوموبيل الراجل الراجل هكا كيشوف كيقول يا ربي ودير في العليا ها في المصيبه يا ربي وتجيب السلك كيفاش نتفك من هذا ما هذا ما هذا عبد الله هذا خي عبد الله اللي حدايا الراجل هو غير معاها ولات هي زعما هي كتضحي هي كتضحي المراه كان المراه خاصها تبقى بالانوثه ديالها بعدا المراه خاصها تبقى بالانوثه ديالها مع الراجل هذه بعدا النقطه الاولى النقطه الثانيه هذاك بلعد جلو الكعبه وداك بلعد التحمر وداكشي ما يجوش يوصل المغرب يوصل حامض داكشي كذاك الماكله حامض الطريق ولا كيفاش ها فهمتي داكشي ديالكم كيفاش كنعملوا له السيده بالملاطي كلشي موجوده هنا كيجي الراجل باش يجي يطول كيقول لها صافي غادي نرتاح باش كتسيب هي كتكون عين تخرج لهم الطاقه كتهوز وتفرش له حلا هو ما عندوش يدو يفرش هو المهم علينا صافي كنوصل ديك 40 رجلها مسكينه صافي بدات كتخلف برجلها كتعرج بواحد الكراع كاع ما الدنيا كاع ما سيقه الخبر راسها يدها كيحرقوها ما كتبقاش كتبغي تعمل ديك الجهد باقي عندها ديك النفس الحر كتجي من يدها هيدا ما كاينش هو كيدي عينو كيقول صافي هاد هاد السطال ديال الحمام راه غادي بلغ السلام الملك هادي راه غادي تسكن تدبر على راسي ديال فرصه راه صافي ما بقاتش كتحرك يدها رجلها بداو كيعواجو خاصني نبدا نوجد على نوجد بعدا خاصني نشوف شنو كم باش يكمل حياته هي مصيقه خبره مولات كتقول له راجل واقيلا واقيلا خاصني نمشي نتبع واقيلا يدي كيحرق فيه ويدها مضعضع انا كنمشي للطبيب تقول له فين كنتي عندك السرطان الدرجه الرابعه تقول له السرطان فين تقول له هنا من تحت اليدين وعندك هنا وعندك هنا وانتشر لك هنا ومشى لك هنا وغط لك هنا يا ربي السلامه كيطلع هو كيقول له ما كاينش الحل ياك هو كيطلع عفقي كيقول عفقي على الطبيب كيقول له ما كاينش الحل كيقول له اش فايش نيت ولكن يعني كيقول له اش فايق هادشي هذا اش فايق هو صعيب يعني المساله حمطه السيده ماشي كران كران سكران كيقول له راه اكثر من المرض المرض هذا راه صعيب وداكشي صافي كيقول اذا صافي هذه غادي نقول لها سلم هذه اذا دابا خصنا عاود نشوفوا عاود شي وحده اخرى هذه المصيبه هذه هذه الكارثه هذه هو في قلبه كيهضر وكيهاد لان صافي هي اش كيقول لعقله كيقول لعقله هو غادي يعمل داكشي اللي كانت كتعمل هي والصبط صبط الا بقى خصك باش تجرو باش تعملو في رجلك راه نتي الصورتي ديالك مشكلك هذاك انت ما حتلتيش على راسك قسما بالله كيمشيو للبلاد ومن غير البلاد حتى هنايا كيديها وهي باقا حتى ما ماتتش كيكون موجد اخرى غا كتموت غا كتموت كيجيب اخرى كيتعطل شي عام وعامين وثلاث سنين ولا اربع سنين ديك الساعه الراجل ما عنده لا عده لا والو ديك الساعه كيجيبو يبدا يجمع على العيال باقي غا فاكت صغارين وداكشي واخا مشات مسكينه على عين بابا الله يعاون كيبداو العائله ديالها كيعطوا كيعطوا الضل حرام قتل المراه والضل حرام عمل وعمل ما هو الضل حرام ما والو السيد المراه ماتت الله يرحمها هي عملت حتى الراسه بغات ترس راسها
وضب راسها جبتها في راسها. الله يخلف من العبره كنشنايا ما كنعرفوش حنا نمشيو مع القوام ديال الحياه. حنا خصنا نمشيو اكثر من طاقتنا. هذا غير شويه عليه غير شويه عليه غير شويه عليه غير شويه عليه غير شويه غير شويه. المراه اللي كتصبر انا 4 سنين ومازال كنبكي نبكي عليه. مات مسكين الله يرحمه ويسع عليه حنونه حنان. وإلا مات اختي عندك ما نبكي عليه وكان راجل طيب وداكشي عندك ما تبكي يمكن لك تبكي باقي العمر ديالك ماشي مشكل ماشي عيب ماشي عيب. إلا كنتي كتبكي عليه ومات مسكين الله يرحمه ويسع عليه انا بالنسبه لي ماشي عيب. البكاء رحمه كتفكروا داكشي وكان انسان طيب معك. اذا قلنا ملي صافي كتشوف راسها طاحت كيقول عقلها داك الراجل غيريهم بلاصيها ولا داك الراجل غادي يجلس معها ولا غادي يعوض لها ولا ما عنده ما يعوض لك. الحياه تصبر حبيبتي. المراه اللي العربيه ديالنا ما بغاتش تفهم على الحياه كتزيد ما غتوقفش عليك انت حتى شمرتي مرض ولا جلس ولا طاح ولا هرس راسك مع الخيط. عليها كنقول لكم تهلاو في راسكم احسن نصيحه تهلاو في راسكم. هذا ماشي تحريض هذه حقيقه لان انت الا تهليتي في راسك راه داك الراجل غيكون مزيان وداك الوليدات غيكون مزيان والدار كامله غتمشي مزيان. انت الا ما تهليتيش في راسك وعملتي واحد المجهود اكثر من الجهد ديالك انت غطيح وغيطيح كلشي موراك وحتى داك الراجل غيمشي يجيب مراه اخرى وربما ديك الولاد غادي يطيحوا في شي مازق ماشي هما هادو لان غادي يتمم من موراك مجموعه من الاشياء. فانا كنقول النقطه الثالثه اي مرة كتخدم برا وتخدم من داخل رد بالك رد بالك راه ما يمكنش شحال من وحده كتخدم برا وكتجي كتجري للدار من باب الزنقه على العرق كتزول ديك السبنيه وتزول داك الشيء وتتعشى في الكوزينه. الكوزينه هايده بالقشوع الدنيا عامره كتجري جري والكعبه او ياك لاباس ياك شي بس ما كاين زعما بالك يجي الراجل ويجيب القشع باقي تما دخل بلاتي عليا القشع ما فيهم ساعد ما قالنا ونغسل غير القشع ما زدنا ما حتى حاجه اخرى واللي داخل من مرايا تشوف ما يعمل عاود. مرأة اعمال كتخرج مرأة كتخرج تشتغل برا خصها تجي تخدم في الدار وهادي ماشي مرا هادي هادي عتوسه غادي تكون على هاد الحساب مسكينه هادي مصيبه هادي. خديجه العزاوي الغزاله ميرسي. كيفاش هاد المراه غتخدم برا وغتجي تخدم في الدار كتجي عرقانه ما كتجلسش جلسه بحال الناس هكا بالسراح وتجلس ماشي شي تنفس ولا شي رائحه طيبه ودعم الاستغفار ديالها وبلاتي وتدوش وتدور على الحاله وبلاتي كتجي ضاحيه ها هو ملعون ما جي ها هو اخر كيضرب لا سبردينه مع الباب اخر كيضرب الماليطه مع عفاين واخر كي الراجل خرج مشى جلس في القهوة. شوفوا الراجل كيف كيعيش الحياة والله إلا هو مخيرة مع راسو طوري كيف عيش الحياة محمد قلت لك حالا عيش الحياة مشي مع راسك القهوة واللي بغى اللي بغى يعمل شغل التراريس يترس راسو يعاود المخو حقيقة. واش المرأة كتبغي تعيش تراسة وحنا حتى الرجال غنترسوه بالله هو اش كيعمل هو كيخرج كيمشي للقهوة وأنا نخرج ونجي نجلس مع راسي في الدار نعمل رجل على رجل ونجلس شحال القران تصدت القران علاش لا ياك خدمت 8 ساعات برا هو خدم 8 ساعات هو خدم 8 وانا خدمت 8 كنجينا هو مشى للقهوه انا غنصدت القران منين يجي يمشي يجوز نص ما كيجيو ما ناكلو اذا ولا يشوف ما يعمل شغلو هذاك. يعني هاد المره اللي كتخرج وكدما جا كتجري مع ما يتقطع الكراطه راه كيكون غير يقوس فيها شي طوموبيل بتجري والكعبه ما جات الكرعين ديالها لاحقين في طهره تجري باش توصل للدار كتفتح وكتبدا تجري خصك تجد مدي معاها غدور الراجل واش غنعطي له واش غنعمل له العيال كيفاش غنعمل له وانا ما خصنتينا
طرصان ولا شنو نسينا انت؟ ها ما طرصان شنو انت؟ شحال يدوم لك هذا الشيء؟ ما فكرتيش ياك شحال عندك دابا؟ 25 26 وها وجهي وجهك منين عمر 30 الصحه مشات المفاصل كلهم كيحرقوا حرق ديال الراس كلشي كيبان لك كحل باركه تبان كحله سحرولي عطيك حالا نو 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 كاين لا سحر لا ماجي ولا هم يحزنوا هذا فقط تعب رجع عليك بالضرر وركد عني الان خصك دعم الفرن ودعم المغشريه ودور ستوب كلشي تستوبي كلشي حتى الخدمه ديال الزنقه خصك تستوبيها باش تقدر تعمل ريكوبيري الصحه ديالك والعقل ديالك والروح ديالك راك انت في مشنق كيقولوا وقيلا لان كيبدا يبان لهم داكشي ان التعب على الجهاز العصبي راه كياثر ما كيبدا يبان لهم الخيال كيبان لهم هذا كيقول لهم عقلهم راه مسحورين ماشي السحور هذاك هذاك فقط انت يعني عطيتي واحد الطاقه واحد المجهود للجسم ديالك اكثر من الطاقه ديالك فوقع خلل على المفاصل على الاعضاء على الهرمونات على القلب على الحواس ديالك على كل شيء ديالك هذا هو المشكل ومنك تبقى ومنك تبقى ديك السبت والحد مثلا عند العطله ويلي 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 خرجه كتجري تقدى كتخلي هنا عيس وانا عيس مطول مع راسي هكاك يا محمد عيش لي الحياه عيش لي قلت لك حنان الحياه عيش مع راسك الحياه برافو عليك مليون برافو كتقول لك حنان خصك تكون سمارت ناف ما تكونش ايديوت هي بغات ترس راسها تعاود راسها تخلي باقي ناس كتنوض كتجري كتمشي السوبر كتعمر عمر عمر كتجيب من الكروس كترفد من الكروس كتحط على ديك السينطا كتمشي عاود كتجوز من السينطا كتعلم كدي الكروس كدي المريطه الطوموبيل كبارك داك الشيء كترتبو تجي للدار تطلعو في السنسور تدخلو للدار تفسخ البورصات سيد ناعس الاولاد ناعسين مع بنتي نافح انتي مع بنتي فيها العيله معامل انتي في هادشي كامل كينسى كيفاش يتخرج وحده كيجيبو صخره وحده كتقول لك خليه مسكين يرتاح اه هو مسكين انتي ماشي مسكينه واختي انتي ما فيك خير انا ما كنبغيش راسك اصلا تينا غتخرب بيتك بيدك غادي تخربو في الاخر لان غيطيح كلشي تي غطيح والدار غطيح وكلشي غيطيح ودوك الاولاد غيتكرفسو عاود هنا هو واخا يتزوج هذيك اللي غادي يتزوج غتحمل داك الوليدات شوف هي وتيسيره داك الوليدات هو وتيسر ديالو يطلقك الا شافك مرتي ودعدعتي له تما وطعتي له وليتي كنجار له دمن له لي كوش وباش تاخذ المراه لي كوش على الراجل باقي صغير خصو المراه بلي كوش كضحكوا علينا ولا محمد عيش الحياه قالت لك حالا خليها تطلع مع راسها وطيحها ودعمل لي كوش شغل هذاك بعوض المخه مابقاتش تفطن بليده بالعقل ديالها ونوضي تقعد يا حبيبتي نوضي نوض قعد وكون عندك واحد شويه الفيزيون في الحياه فهمتي هانتي ما بديتي طحتي وما بقيتي كتقدر تنوض خصك لي كوش هو على هو خصو المراه بلي كوش الا عملتي لي كوش زعما صافي راه ما كاين والو خصو يدبر واحد اخر على راسه ولا انتي عطاك القليل 24 ساعه بلي كوش انا نبركم وانتم تفهموا بلا ما ندخل في المفضيحات الواضحات راه من المفضيحات يعني خلينا نكون واقعيين مع الناس واش هذا الراجل هذا غيكمل معك حياته باقي ان شاء الله تزوج 6 سنين 7 سنين انتي طحتي ومرتي وعدمتي له هاد الجوهه الكعبه اللي ما حتلتيش على راسك واللي بقيتي كطحن في راسك هو عاد بادي الزواج عاد بادي الحياه وغادي يكمل باقي العمر ديالو كيستناك انت حتى تزول لي كوش وانت ما غتزولش لي كوش غتزيد ما من الاسوء من الافضل للاسوء للاسوء نسيت غير يمشي يدبر على راسو من حقه لا انا معايا يمشي يدبر على راسو لان انت ما انت ما فيك خير اللي ما كيحسنش على راسو دابا انا نزيد نثق فيه شوف انا بنادم كيضغط على راسو كيكلف على راسو الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما تكلفوش على راسكم والدعاء كنقول ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به في الدعاء في سوره البقره هي ملي كطيح اش كتعمل هي ملي كطيح كيوقع لها المشكل في الصحه ديالها وكطيح
صافي خسر ولادها يردوا لا وهذا ولادها عندها ولادك عندهم حياتهم راه خصهم يزيدوا يوقفوا معاك راه غتبلوكيهم الراجل عاوز يزيد يكمل راه غتبلوكيه صافي انت طاحوا انت بلوكاو كاملين لان انت ما عرفتيش تسير الحياه ديالك انت خصك تقسط الوقت ديالك خصك تعطي الوقت لراسك والوقت لدارك والوقت لولادك والوقت لراجلك وتعالج رجلك تعالج رجلك وتعمل تنفس مع راسك دلات عليك وتعيش الحياه سمعتوني اذا هنا سيو خلي واحد دقيقه الله يعطيكم الصبر المهم صوفيا اختي ما عرفتش لان ما قدرتش واقيلا ديك الصبحه اخرى خلي ماشي مشكل انا جاوب دابا خالتي سعيدة الغزالة مرحبا بان اللي باقي كيدخل جديد فيحاول يعمل بارطاج المهم كاينه واحد الفئه اللي كنلاحظ واحد الفئه هذه اللي كتدخل تهضر الهضره الخاويه المهم انا عارفاكم شكون نتوما يعني رقمتكم لان صراحه الانسان ما كنعرفو كان رقمه لان لمن كيترقم شكون اللي كيترقم هو الحيوان كيبداو يحسبوا واحد جوج ثلاثه ولا كيعملوا لهم داك الشريط حميمره بحال حواله نتوما راكم مرقمين عندي ما معنى مرقمين نتوما رقمتكم ديجا من وقت من زمان انا شخصيا باش تهضروا لي على الحياه ديالي انا حياتي ما كنشاركها مع حد وما عنديش علاش نشاركها مع الناس بوان فينال انا هي المرأة التي لن يعيدها التاريخ غتقولوا ما غتقولوا الناس تجلسوا توقفوا شغلكم هذاك والاحسن امشوا نعسوا واعطوني اتساع ما راكم من الريحه ديالكم عطات وبسلتوا ومنادم فيكم غير الحسد والحقد جمعكم كاملين انا هذوك اللي كنهضر عليهم هما عارفين شكون هما من احسن الزات شو الطفر ديالي ما غتعطيوهش هذا غير الحسد ديالكم والحقد ديالكم والكراهيه في جميع المجالات فنتمنى تمشوا تخدموا على نفسكم شوفوا لكم شي حاجه اللي تنمي لكم القدرات ديالكم باش تقدروا تعيشوا مع الناس لان نتوما باقي في المستوى ديال الحيوانات اصلا كاملين بكم هذوك اللي كنهضر عليكم الاخوه اللي كيتبعوني سمحوا لي لان كاين عندي واحد الجروب ما عرفتش منين جاني ما عرفتش منين هبط عليا عاد استنتجنا من خلال التعاليق ومن خلال بان هذوك الناس هذوك شكون هما انا هما غادي يحصل لهم الشرف الا قلت شكون ولكن انا ما كيشرفنيش اصلا نهضر على ديك النوع ديك الناس وفي نفس الوقت راكم غادي تعيوا تمشي فحالكم داكشي اللي خصكم نتوما راه ما باش تلحقوش انا راني عقت وفقت انا راني ذكيه ام سمارت اناف ذكاء ودهاء غنسحبوا مشيو ضيعوا شي وقتكم سيروا على مشغلكم وخليوا الناس عليكم خليوا الناس إيرس لا ميخور دي تيك توك أنا سوي لا ميخور دي الموندو أحسن وحدة في العالم الحمد لله ونسو قال لك لي ما كيلحقش نلعقد بالعنب أو نهلك دي الكرموس كيقول كملوا أخواتي ما عندكم كيعملوا فوقات الداخلين من هنا وحتى لك التعليق اللي كدعم راني عارفك إلى نتين عارفاكم
اش معكم كاملين ما كتعطيوش حتى الظفرين ديال الناس، يعني ما قريتوا، ما عندكم مستوى دراسي عالي، ما عندكم حتى حاجه، عايشين في الميزيريا، عايشين في المشاكل وكتلهوا بالحياه ديال الناس. يعني هذه مشكله عندكم انتم، والله العلي العظيم مصاصين الطاقه انتم، انتم اكثر من هذه المراه مسكينه اللي كتقيل الدمر بحط الراسه، انتم اكبر الراسات على وجه الارض. المهم نتمنى اللي عندها شي حاجه تمشي دعم لها، دعمها شي حاجه في الحياه ديالها. اذا غنكملوا مع الفيسبوك احبائي اعزائي، غنزيد نكمل. فاطمه الزهراء غزاله مرحبا. يا سي كريم يا قل المستوى ديالك طالع على بحال هادنا طبيعة الحال، ولكن هادوم التعاليق ديالهم يعني كنعرف يعني من ماجين. ناس ديال مطارو مرحبا، تحية لناس برشلونة بطبيعة الحال، بيسكا البارسا رغم اليوم خسروا. نعم إذا غادي نزيدو نكملو إن شاء الله وبإذن الله. اذا غادي نزيدو نكملو ان شاء الله. ربي يحفظكم، شكرا على حنا رش عليهم كولونيا، اختي ديالي كولونيا ديالي صافي انا تميت رشيت عليهم، الله يحفظ الله يجعل بركه. وخا نزيد نرش عليهم الدنيا هانيه، ها ماشي خساره نرش على الناس كولونيا، انا ما عنديش خساره بالعكس، ها هاكو ماشي خساره، صبغا يكون المعاملة ديالو معاملة طيبة. شتي بنادم اللي كيكون عنده الحقد في القلب ديالو، الحقد والحسد، الحق شوف والله إلا الحمد لله اللي كيحزدوني وكيحقدوني، عرفتي علاش؟ لأنه ما كيحزدوني ربي كيعطيني. لاحظت كل ما هاد الفئة هادي الصغيرة، هاد الفئة شي هاد الحتالات هادو اللي تلاقيت معاهم في الحياة ديالي عبر الخطأ بصدفة خطأ، لأن أنا بحالهم بحال هاد الناس هادوم. أنا ملي خلقت 46 سنة إلى حد الآن ما عمري تصاحبت مع ناس بحال هكذا، ما عمري جلست مع ناس بحال هكذا، يعني بعيد عليهم كل البعد، يعني فرق شاسع، يعني انت غلط يعني غوند بيني وبينهم. ولكن للاسف مع ما كتلاقى مع ناس بالصدفه ولا بالخطا كتوحل فيهم بحال باق كيلصقوا فيك الله يستر بحال قرد. ولكن بعض الاحيان مزيان يجيونا بحال هاد الناس هادو، عرفتوا علاش؟ هما كيجيو كيحسدوا كيحقدوا بحق والو، ما عندهم لا حسنات لا والو، هادو ماشي يزيدوا لي على الطاقه السلبيه هادو، ما الا عندهم الحسره فعلا نديها اش يكون عند هادو. هادو عندهم الريح، ما عندهم حتى حاجه، هادو الله يستر، هادو عندهم بحال ديك البعيشات، ديك البعيشات تطلع حيه كيكون على حيط كتبقى صط كتبقى تما ملصقه، ما فيها الدم، ما فيها جنحين، ما فيها حتى حاجه، الدبانه كتكون مسكينه شارفه مقرمه، وهما هادو هاد النوع هذا. اي والله الحسد 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 مقرمين الله يستر، الحسد القلب ديالو كحل كيبغوش الخير للناس، ما قادرينش. اذا كتعمل لك فوق و كتدخل عليك تك 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 ومن بعد تك 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 ومن بعد تك 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 ومن بعد كنشوف كنقول واخا حزتني وحقدتني شكرا جزيلا حبيبتي غندي الحسن، ما كنطرق نجبر عمره مشاكل ما عندها بو حسنات، هذه كنجبر خاصها في العقد من الموت، كنقول رسول الله اللي تمشي تموتي عباقا حيف عادي سيمبي اكتيفا اي اليغانتي اي سو سي كي مي غوستا سكوتشارلو اي سون بلاسير. Estoy muy contenta porque yo sé que hay mucha gente que me quiere, que me quiera, mucha gente que me ama, mucha gente que me respeta. Eso para mí me da vida. Estoy viva y me dan vida. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Es un placer de estar con vosotros. Estoy muy orgullosa de ser marroquí y de estar con vosotros a donde estáis. Por lo cual el resto me trae sin cuidado y pueden escribir lo que quieran. Y yo estoy aquí, voy a seguir aquí hasta el final. Inshallah, wa bi'idhnillah, si yo quiera. شتو المعقول كي داير؟ هذا هو المعقول يا حبايبي. اذا غنزيدو نكملو. اذا هذا النوع الثالث اللي هضرنا عليه هو هي المراه اللي كتخدم برا وتخدم من داخل وكتكرفس وتجري وداكشي وكطيح، ملي كطيح كتنتظر يعني بان هذا خطا 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 الاول خطا الثاني والخطا الثالث. غنزيدو الخطا الرابع. الخطأ الرابع هي ديك المرأة علموها أنها طيع الزوج، طيع الزوج ديالها، ولكن بالمفهوم الخطأ. ما معنى طاعة الزوج؟ طاعة الزوج ماشي هي نتينا راسك كيحرقك وما كتبغيش، كتقول لها ما نقولوش مسكين باش ما يخسرش الفلوس، واخا راسي يبقى يحرقني. مزيانة هادي
واخا الرجل ديالك يحق لنا ما نقدرش نقول على الطبيب والخساره وهذا وهذا مسكين ما عنده شي واخا كتجي هاد الدوره الشهريه بطريقه ماشي يعني بالحساب يعني في الشهر عاديه عندها يعني فقدان يعني بواحد الدرجه يعني بواحد يعني باكثر كميه ما نقولش الدنيا هانيه نسكت يا سيده داخله في الايطا يعني غاف في الحياه ديالها وهي كتقول مسكين ما نقولوش مسكين ما عندوش مسكين مسكينه هي انت انت قربتي الساعه ديالك قربت قربت ساعتك بلاتي تشوف الشعر كيطيح مسكين ما نقولوش هو ملي كتشوف الشعر كيطيح وكتشوف المشاكل كتشوف الدوره الشهريه المراه كتقال عليه شهر كيزيد الزنقه وهي كتقول مسكين ولكن الخطا ماشي ديالو الخطا ديالهم بجوج انا غنقول لكم علاش راه حليمه ليكا جزائريه ديالنا تحيه ليك علاش الخطا ديالهم بجوج هي ما كتقولش الحقيقه وما كتصرحوش بالمشكل اللي عندها باش تشوف شنو هو الرد ديالو لا رياكسيون ديالو وهو ما على بالوش شاف المشكل وعطاها الطهر وزيد لاحظت في المشكل كيفاش عامل علينا حنا صافي ايوا كتزيد مشكل اول مشكل ثاني عندها مشاكل في الجسم ديالها كثيره حتى واحد النهار ما كتقدرش تنوض والله الا كاين اللي كيبداو يهضوا على الكاميرا على يدو رجلو قاصه من بين الله كتهبط على يدو رجلها كتبدا كتحبوا على يدو رجلها باش تمشي تجيب الكاس الماء ولا تشوف ما تجيب بالالام مقولوش مسكين مرا كتموت كتقول مسكين هالحين نزيد عليه نزاق منك رد البال شنو شر راسك مسكين ايه كامل مساكن احنا تحت الله هو الغني اما الباقي في الكون كامل مسكين ولكن رد البال لراسك شوفي الا باقي قد ما يمكن انقاذه في الطبيب بعدا مشي للطبيب ويشوفك الطبيب ويعمل لك الفحص كلينيكي ويشوف واش عندك فيتامينات ناقصين واش عندك هرمونات وما شنو هو المشكل ديالك اولا لا لا جا العيد كلش مسكين شوف ديك الجليبيه بهاد العرس مرا مجوجه 5 سنين باقي كتخرج بالجلابه بيضاء د العرس في الزنقه والشربيل د العرس ما تقولوش مسكين كنحتال عليه باش يعدل المسكين سيد عنده واحد اخرى كيمشي معاه وكيعطيها ويخلص عليها وشاري لها والبارفانات ديالها والمسائل ديالها وضحك ونشط مع راسو وهي معاش من عالم عايشه هاد السيده هادي مسكينه تينا خي لا قوليش من عالم عايشه اش من عالم بنتي عايشه صحتك يعني تدهورت الصحه ديالك جيزون هاي ديالك تدهورت وشنو بقى علاش بقى كتقلب دابا يعني اللي ما تشوفش الطبيب دغيا بسرعه وتشوف الحاله ديالك فين وصلت هذاك المسكين اللي كتقول عليه المسكين هذاك راه عنده القلب ديالو عمر بواحد اخرى الراجل يمكن يحشي في قلبه حتى 4 5 في نفس الدقيقه عنده شي المشكل من حقه علاش نحتال على راسي بعدا حتى ولا زاد الراجل بعدا بقى بصحتي اولا دابا نتوما المشكل فين قلت لكم اللي كتبقاو فيا والله الا ضحايا قسما بالله كتبقاو فيا كتبقاو فيا لان كتعملوا المستحيل من اجل محور الكون بالنسبه لكم محور الكون هو انا كنهضر غير في اهالي محور الكون بالنسبه لكم لاكس دو مونت هو هاد الراجل ولكن ماشي مشكل يكون محور الكون ديالكم هو الراجل ماشي مشكل ولكن اراك نحاولوا نحافظوا على هذا محور الكون ونبقاو بحياه مستقره على الاقل واخا يكون فيها يعني صعود ونزول ولكن واحد موجات يعني ضئيله ما يكونوش ديك لي فيبراسيون اللي هما طرو هوت يعني نبقاو طالعين طري 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 نبقاو طالعين في السماء ما نقدروش اولا نهبطوا لتحت لا حنا محور الكون هو هذا خصنا نعملوا عليه المستحيل وكنضحيو براسنا كبش الفداء كنعطيو راسكم للذبيحه ساعه في الاخر السيد كيزيد عيش الحياه محمد الله يرحم بها الوالدين هادو بحال هاد النوع هادشي اللي سهلو لا والله لا انا معاك قسما بالله الا معاك كدعوار عليها لان علاش الواحد اللي ما يحترمش على راسو من الديبار هذا باقي نزيد نهضر معاها علاش انا غنجي نقول لك علاش لان كل راعي مسؤول على الرعيه المراه مسؤوله على راسها على صحتها لان الصحه الواحد كل واحد امانه في يده
حنا كل واحد امانه، الصحه ديالنا امانه في حياتنا خصنا نحتلو عليها. استاذ علمي كيمشي الراجل كتمشي الصحه كتكمل كتجبر منتي صحه منتي راجل منتي ولاد منتي حتى حاجه. حق دارنا ما بغاوناش، شايلو لك داركم مالو هما سيغيجيا ولا شايلو لك. عطيتي يديك نطهرك، عطيتي يديك راسك، عطيتي يديك العجين، عطيتي يديك هذا، عطيتي يديك يعني. والحياه لا ما كتسهلش هادشي كامل، الحياه قصيره بزاف والله العلي العظيم. صدقوني الحياه يومين، انا ملي كنعمل هذا كنشوف هاد الصور 40 كتبان لي بحال يومين. ما عرفتش شحال باقي لي من العمر، واش باقي لي شي قسط مزيوين ولا شي حاجه قليله ولا الله اعلم، شي في يد الله سبحانه وتعالى. ولكن صراحه انا ما نكذبش عليكم، طور رجلي مع راسي قسما بالله، ناكل رزق على الطبله، نضحك ونهضر وبالص، ما ندي حتى حد، ما نديها في حد، نديها في راسي. لا ترونكيليتي، خصني الهدوء، خصني الهدوء. حمقش راسي، اللي تعدل تعدل، اللي ما تعدلش كاع يتعدل. كنعمل، قلت لكم قبيله في اللايف الا رديت البال، قلت لكم انا كنمشي درجه درجه، ماشي كنتنقص ونطلع في الدروج. كنعرف نجيبها في راسي، كنعرف ان غنجيبها في راسي، راه ما عنده علاش شي واحد غادي يجي باش يعتقني. لان يعني الصحه على حسب الخلل اللي وقع لك فيها، اما تقدر تجبر العلاج وتعاود تسترجع داك الحيويه ديالك، اولا من تم هيداك تبقى عاله على نفسك، نفسك عاله في المجتمع، خاص اللي يقرب لك واللي يمكن لك. شكون هذا اللي غيقرب لك ويمكن لك؟ شكون هذا اللي غيقرب لك ويمكن لك؟ علاش اختي انا ما نمشيش على قد جودي بلاتي عليا؟ الدار نعمل لها ثلاثه السوايع ديالها، ثلاثه ساعات ونص، ما نزيدش عليها اكثر، ما نزيدش عليها اكثر ولو تطبق قسما مع الارض. ساعه ونص نعطيها الراس، نعمل القيلوله ديالي، الرياضه ديالي، نخرج نعمل المشي ديالي، نشرب الماء، نشوف نسمع القران، نسمع الحاجات اللي تفيدني، نضحك، نسمع الحاجات مع ما نعمل ديك مسائل اللي كتضحك، يعني التمثيل كوميديا باش نضحك وباش نسلي على راسي. الله يخلف، الله يجعل البركه، ماشي شغلي حتى بشي واحد، اللي بغى يعوم يعوم، اللي بغى يطيح يطيح، اللي بغى ينوض ينوض، اللي بغى يهبط يهبط. ها هذا نوع كملنا منه، غنزيدو نوع اخر. النوع اخر كتزوج بالراجل كتبغي تبين ديك الحداقه ديالها، زعما انها شاطره مسكين والله الا كتبقى فيا، زعما شاطره تجي العائله ديالو تجي ديالها، المجنونه صحاباتها الطرحه مرا عام سيدي طرحه مرا، هذيك الطرحه مرا العائله باش غتنقى؟ هذا خصو يتوضا، هذي ما عادش نقصها تصلي، هذي خصها تعمل السيكادور في راسها، هذي ما عادش نقصها. هذي اختي راه عندي هنا الكوارتيل ولا يا الله، اللي عنده شي طريق يشوف بروشه ديال انتوما هذو ميتكم. خصني الهدوء، الهدوء باش نعيش. انسان ما خلقش، الانسان ما خلقش للصداع والمشاكل.